شو ما عملت ما بتقدر لي. أنا فيني أطلع بروحك هلأ، بس أنا بدي خليك توقف تواجه العدالة. أخي 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 أخي، كأنه تأخرنا على الحفلة. تركت لك الحفلات لألك. والله رقدت بس ما لحقت. مرق انت بوقف جنبك. أصحكم تلتفتوا لهون. انتوا فكرتوا اني رح استسلم بسهولة. انت يا صياد البشر، هي لحظة حياتك الأخيرة. حابب تموت ما هيك ولك؟ لك انت قلبك رحوم وضعيف، المرة الجاية رح تشوف شو بدي اعمل فيكن. ما رح يكون في مرة تانية، هي اخر مرة لإلك. خلص ما عاد عندك فرصة تانية. أخي ما توسخ إيدك بهالوسخ. أخي عاكي لا تنفذ له طلبه، اترك العدالة هي اللي تعاقبه يا أخي، لا تعملها. أخي عاكي لا تعملها. اسمعني عاكف، اللي أنا بعرفه ما بيعملها، أوعك تعملها. أخي لا تعملها. يلا يا حقير. حلال عليك والله، عملت المستحيل بس جبت هذا الفيديو. أخي قل لي أنت كيف تعلمت كل هالشغلات المعقدة؟ وين أكتر مكان بيطلع منهم هاكرين؟ لا تقل لي أورفا. ها باتمان وبعدين أورفا. آه أخي هذا من المي اللي عندكن ولا شي متوارث؟ كان دايما يجينا بضاعة تهريب على الحدود، وكل أنواع الأدوات الإلكترونية وأحدثهم كمان، وعلى فك وتركيب، فك وتركيب تعلمنا. والله ما كنا نهدى كيف لكان. أيوة ليك 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 عاكف ماشي هون وبيلحقوا سليم هون. ليكو عاكف بيفتر بقوة سليم. والله ما عم بفهم هالشغلات هاي. ليك مصدر التسجيل اثنين هو لحد ما يصل سليم لهالمكان. ايه بس عاكف اذا عن جد هذا هو عاكف، شايف المكان اللي عاكف قوصوه فيه؟ ليك انا رح ورجيك اياه هلا، بس بعد هيك صار التسجيل بصيغة تانية MP4 كمان. هاي كاميرا التصوير ثنائية. ولك بالتا عفارم عليك، حطيت ايدك على الجرح. الكاميرا عدسة واحدة وصيغة تسجيل واحدة كمان، بس عنا مصدرين مختلفين للتسجيل. يعني بالمختصر كارلوس، هذا السيدي مضروب والجريمة شغل مونتاج. هاي الحقيقة أخي. لك يا أخي انتو مشهورين بالفليفلة، كيف بتفهم بهاي الشغلات؟ عنا ذكاء لاعبي كرة القدم، قابلية التفكير بعقلية لاعب كرة القدم. يعني بالمختصر قوة التفكير موجودة بكل الضيعة. شو يعني نحن كمان ذكانا غير شكل؟ شوفوا هلا انا عندي برنامج بياخذ معي. ليك شو حلو بفرجيك اياه. ها شو
شوف ما أحلاه. لك هذا مجنون أخذ السي دي. بالتا 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 تعال هون بالتا. إليف هالحكي موجه إليك مخصوص. ضمن الفرقة أنا ما بدي أي تحركات شخصية. مثل ما بدك سيدي. عاكف أنت كمان نفس الشيء. مثل ما بتأمر سيدي. منيح أنه أفرجوا عنك أثناء التحقيق. من هاللحظة أنا رح أبذل كل جهدي حتى لاقي حل لهالموضوع. إن شاء الله سيدي. دستور. شو هاد؟ سيدي مهكر سيدي. شو في يا رجب؟ كل خير إن شاء الله. فبركوا لك سيدي يا أخي. حلينا اللغز. يعني مشكلتك كلها انحلت. ادخل. ما تواخذني سيدي. حليت اللغز؟ رجعت اشتغلت لحالك. شش. سيدي رجب ما أعطاني فرصة لأجي لعندك وأشرح لك. طيب اشرحولي هلأ شو قصة هذا السي دي. عندي أخبار حلوة سيدي. لقائنا الأول ما مر على خير، بس رح نلاقي طريقة أنا متأكد. أنا ما بدي أخرب وشتت عيلتي، بس إذا مرتي مصرة على هالشي ما فيني أعمل شي. شوف إذا كان الطلاق مبني على الاتفاق حضرتكم كمان بترتاحوا يا بيك، وغير هذا الشيء القضية ممكن تطول وممكن نطالب بنفقة كمان. طيب وبنتي؟ شو مشان بنتي؟ أنا من اليوم ورايح اللي بيعنيني مصلحة بنتي أولاً وهذا كل شيء. نحن عرفنا إنه حضرتك هلأ ما عم تشتغل وعندك تقرير طبي بهالشيء، وبصفتك أب بدون شغل تواجد البنت عندك وبيوصايتك من المستحيل إنه يتحقق. أنا بعرف منيح إنه هذا قدر اللي الله كتب لي إياه، بس أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه لأرجع أمشي من جديد. بس حالياً حضرتك مقعد على كرسي وما عم تشتغل. بس رح أشتغل. أنت ليش ما عم تفهم علينا يا صالح بيك؟ أنت ما فيك تدبر أمورك، كيف رح تدير بالك على بنتك؟ هذا الشي بخصني أنا وحدي وبس. ياسمين احكي لك شي شغلي هلأ، لا تردي لا على أمك ولا على المحامي. قلي لي عن جد أنت شو حابة تعملي بحياتك؟ إذا ما انفصلنا هلأ أمي رح ترفع عليك دعوة يا صالح، ويمكن تتسرح من وظيفتك كمان. وليش بقى؟ كرمال الفضيحة يلي عملتها قدام بيتي. شو؟ قولي خانم أنت هلأ عم تهددي مرتي قدام عيني، يعني أنت عم تبتزيها. أنت شو عم بتخرف صالح؟ لك هي بدها تتطلق بأسرع وقت. اسمعي ياسمين، إذا في أي تهديد بهذا الموضوع نحن فينا نوقف بوجه هذا التهديد، بس إذا كنتي أنت خايفة من الحياة معي ومن الفقر وإذا همك بس الدنيا، أنا من حالي بطلقك عن طيب خاطر. أنا ما بترك بنتي لألكن، هي تحت مسؤوليتي أنا لوحدي، وما رح أترك لكن ياها. عاكف. نعم إليف. فرحت كتير إنه انكشفت الحقيقة. مو مبين عليكي إنك مبسوطة كتير. أنا انحطيت بموقف بشع، من خجلي ما بعرف شو بدي قلك. أنا آسفة كتير عاكف. أنتي مو من دون سبب عملتي هالشي أليف، كأنه في حدا محرضك علي. مين ممكن يعمل هيك؟ يعني مين مصلحته اتخانق أنا وياك؟ أنا رح أقدم طلب بخصوص الدعوة المرفوعة ضدك.
ورح سلم السي دي للنيابة العامة. بالمناسبة إليف، أنت منيحة؟ ما فيني شي، غبشوا عيوني شوي. باين أنك مو منيحة، خليني أخذك على المشفى. لا، ما في شي خطير، بتحسن لحالي. اسمعي، ما في لزوم تتعبي حالك بهي القصة أكثر، أنا بحل الإجراءات تبع الدعوة. تمام؟ أه، تمام. يلا نمشي، لازم ترتاحي. بما أنك أنقذت حياة عاكف، معناها أنت ما بتكره عاكف مثل ما متوقعين. لو ما أنا تصرفت هيك بالعملية، الإرهابي كان رح يفجر القنبلة، عاكف كان رح يموت، كان رح يصير ألف شقفة. ليك بعد ما أنقذته، اسمع مني وترك كل هالحقد، قل الانتقام مين فاد لحد هلأ؟ خالي، الشيء المهم بحياتي هو الانتقام. لو عاكف مات بالعملية كان كل شغلي راح على الفاضي. عاكف ما رح يفيدني وهو ميت، أنا بدي إياه يضل عايش حتى ذوقه العذاب. رح تروح حالك معه يا ابني. بكفيني يتعذب هو، أنا تعودت على العذاب من زمان، خلص حطيته براسي. لك آه منك، قلي شو لازم أعمل لأقنعك. عاكف سرق مني كل حياتي، مسح فيني الأراضي، وما ترك لي أي سبب لعيش كرماله. وطول ما أنا عايش رح كون مثل خياله ملاحقه، رح بهدله على الآخر، رح نزله لتحت الأرض. فضل شغلك وإصرارك أنا صرت بريء هلأ. شكرا لأخي، أنا من الأول ما اقتنعت وصرت لاحق الحقيقة لأني متأكد من براءتك. مين من مصلحته يعمل لك هذا الفخ؟ لك أنت بزدلني عليه لهالواطي أخي، ورح أدفل لك إياه هو فخه الوسخ. والله بتعملها يا صاحبي، أنا بعرفك. بس مين اللي عم يحاول يأذيني بهي الطريقة؟ سيبه، انفتحت النار علينا فجأة، بعدين اجينا مشان المعلم صالح. بس بنفس هالوقت مين كان مفقود كمان؟ أنا حليت أخي، أختي إليف. ايه حاجتك بقى اخي، روح. رجعت خربت كل شيء من جديد. مين ما كان اللي عم يعمل هيك، اكيد عم يعمل هالشيء ليفرق بينك وبين اختي اليف، انا متاكد من هالشيء. معناها مين؟ مين رح يكون؟ الباشا تبعنا إيلكار. إيلكار؟ يعني الباشا اللي معنا؟ ايه هو، شو صار لك؟ انا فكرت بهالشي، خطر لي بس ما قدرت اقوله لانه واحد منا. إليف خانو، ما فيني اقلك اني توصلت لنتيجة نهائية. شيء له علاقة بالتوتر؟ لانه باخر فترة زاد توتري. طيب رح اطلب منك طلب. شو؟ بدي اياكي تصوري صورة رنين مغناطيسي. ايوه انا كمان ما بيعجبني هذا الباشا، بس الزلمة باخر عملية خاطر بحياته وانقذك. خاطر بحياته؟ بلا ما مبالغ اخي، هالشي كان واجبه. شو صار؟ انا ما عندي خبر بشي. ليكي هونيك، منقدر نخلص قبل ما يجي الباص. ما بيمشي الحال بنص الطريق. مين رح ينتبه؟ بدهن يانا مشان العضو. خلينا نخلص من هالقصة. ليش هنن بيقبلوا بالعضو اللي بيجي من طفل؟ وليش ما يقبلوا؟ أصلاً هي الأعضاء اللي بتجيب مصاري. امشي. ايه حاصله أخي، أنا صبت الكبل الثاني كمان، بس ما صبته لكبلك. وكيف ما انفجرت القنبلة؟ مباشر هو السبب؟ فات لجوه وأخذها من الإرهابي. لو ما أخذها إلكر منه كنت رح صير ألف شقفة، هيك قصدك؟ تماماً هيك.
هذا اللي صار تماما أخي. في شي برا، اطلعوا لهنيك بسرعة. هدول ليش عم بيشدوا الولد هيك؟ نازني قلبي، خلونا نشوفه. انت ما عم تفهم علي، ما رح يجي الباص وبعتونا قلنا لناخدك من هون. بس انا ما بعرفكم. عمو انا رفيق ابوك بالشغل، طلع بالسيارة، يلا خلينا نروح. يلا يلا حبيبي اركب بالسيارة. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمو هدول عم يضايقوني كتير. خير ان شاء الله. شو بدكم من الولد؟ لا تتدخل، ابوه بعتنا لهون، الباص مانو جاي ونحن بدنا نوصله. يلا ابني اتحرك بسرعة. عمو انت بتعرف هالزلمة؟ لا ما بعرفه، وابدا ما حبيته كمان. الولد عم يقول انه ما بيعرف. استنى استنى، لسه عم بحكي معك. اترك ايدي، عم اقول لك اترك ايدي. شو القصه؟ بدك تخطف الولد بعز دين النهار؟ يلي مثلكم بينبطحوا عنا بالسجن بين المنحرفين، بتعرف هالشي؟ اترك ايدي ولك، اترك ايدي احسن لك. كفي بقى، خلي السياره بسرعه. يلا بسرعه بالتا. هذا لك. مين انتوا لتخطفوا الولد ولك؟ بتوصل بالتا. يلا. يلا امشي بسرعة. حقير حقير، منحرف فيه الكلاب. اضربه عمو اضربه، يلا على وشه اضربه. شفت كيف ضربوه؟ شفت؟ عجبك الحصان؟ لحظة أختي، ما دخلناك بالموضوع بس أنت سحبت سلاح، مو حلو منك. انزلي شوف، انزلي انزلي بسرعة. يلا يلا يلا. شكرا عمو، قديش إلي أنا عم بلعب على الكمبيوتر، بس هي أول مرة بشوفك. عاكف أنا رح أطلب دورية. شو صاير أحمد؟ أنت منيح ابني؟ منيح أنسى؟ يلي على الأرض منحرفين، ألو؟ يلي واقفين أبطال. بدي أطلب دورية تجي على هذا العنوان هلا. يلا تعال شوف تعال. ها يا ولد، طولي بالك، استني شوي. تمام تمام، اهدي. مين ما كان يكون، ما في تركب بسيارة حدا غريب أبدا، اتفقنا؟ ماشي عمو. طيب بس هذول شو رح يصير فيهم؟ نحن شرطة ورح نعمل اللي لازم. أكيد. شكراً كتير، لو لاكن ما بعرف شو صار. أي الحمد لله كنا هون. هدول الرجال طلعوا شرطة، كانوا رح يموتون من الضرب. يا ريتك شفتيهم. بس شكراً كتير. العفو. لك العمى بقلبهم، لك بعز دين النهار كانوا رح يخطفوا للولد.
إذا الواحد مننا ما بيخاف من الله توقع منه يعمل كل شيء. إيه والله يا أخي. السلام عليكم. أوه. وعليكم السلام صالح. أهلين وسهلين، شلونك؟ منيح؟ منيح. شكرا سيدي. ايه شو أخبارك؟ سيدي أنا لازم استمر بشغلي هون بأي شكل من الأشكال. صالح شو صار لك؟ لك روح وخليك مع عيلتك مبسوط لحتى تتحسن. مو هاي هي المشكلة، مرتي رفع علي دعوة طلاق وصاي، وهي لقيت إنه هلأ أنسب وقت لهالشي. معقول؟ إيه شو بدنا نعمل؟ بس المشكلة بنتي، رح ياخدوا بنتي مني. معقول هالشي يا صالح؟ سيدي أنا بدي خلي بنتي عندي، بدي إياها تكون جنبي. هاي الأمور مو سهلة يا صالح، مين هن اللي ياخدوا بنتها؟ عرفت إنه الأب العاطل عن العمل ما له فرصة بالمحكمة. اسمع خلينا نرجعك على الشغل بس بفرقة تانية، ما في حل تاني. بعد العمليات الخاصة بدك ياني رتب وراء بترضى ليها يا سيدي؟ صالح ليك كون منطقي، وضعك ما بيسمح لك تشتغل مع المهمات. طيب أنا فيني كمل كمستشار. صالح ما فيني، الأكبر مني ما بيسمحوا لك أبدا، منكون بهي الحالة عم نخاطر بحياة الشباب بالعمليات. على شوي كنت رح تصيبها. مضايقك هالشي؟ والله ولا على بالي. طيب قلي شو اللي مضايقك يا إلك؟ يعني انت شو مشكلتك معي؟ نحن مختلفين عاكف بدون اي مشاكل. ايه بس بعد وفاة سليم اللي حاول يخلي كل العالم تصدق انه انا المجرم هو انت. الادلة خلتهم يفكروا بهالشي. ايه بس انت من غير ما تشوف الفيديو اتهمتني كمان. لو كان كلامك صحيح ما كنت بخاطر بحياتي كرمالك ابدا. ايه بعرف باللي عملته وبتشكرك، بس من جهة تانية هذا واجبنا ولازم انه نأديه. أنا فهمان قصدك منيح، بس مع هيك كان فيني أتركك. بعرف بتفهم غيرتك مني كمان. شو؟ بلا سخافات، من وين جبت أني بغار منك كمان؟ أنا بشتغل على أكمل وجه وما بتراجع عن مبادئي وما بدخل قصص الحب بشغلي. طلع فيني، إذا بتبعد عن الأمور اللي ما بتخصك أحسن لك. بموت كرمال صديق والعدو قدامي بيموت، لهيك حاول تكون صديقي لأطول فترة ممكنة. ليك هو هون حتى انت فيك تشوفي. انا اول شي فكرته سرطان، يعني بحالات الاغماء اللي مثل هاي منخاف انه يكون ورم سرطاني او التهاب بالاغشية، بس التحاليل طلعت سليمة والحمد لله.
طيب ممكن تشرح لي حالتي بشكل أبسط مشان أفهم عليك؟ شو رح يصير هلأ؟ بهيك حالة بنعمل عمل جراحي وبناخذ خزعة لحتى نحدد شو طبيعة الورم. طيب وإذا كان خبيث؟ أنا ما بظنه خبيث. طيب لنفترض إنه كان هيك، وقتها شو رح يصير؟ إليف خان، هلأ خلينا نعرف وبعدين بشرح لك الحالة بالتفصيل، بس كمان بدي خبرك إنه هالعملية هي بحد ذاتها فيها خطر. مثلاً شو ممكن يصير؟ الخطورة ممكن تبلش من عدم القدرة على النطق للشلل النصفي، هاي هي الخطورة يلي بالعملية، لأنه بتعرفي الدماغ هو مركز التحكم والسيطرة بكل شيء بالجسم. طيب وإذا ما عملت العملية؟ ما رح يكون عندك حل تاني، ولو ما كان خبيث الغياب عن الوعي رح يستمر عندك. بظن أني بحاجة وقت لحتى أفكر منيح بوضعي الجديد يا دكتور. أيوة عاكف، منيحة، أنا برا بعد شوي رايحة على النيابة. على النيابة العامة؟ معناتها بدي قلك إجي أخدك ومنروح مناكل شي سوا؟ ما بتعرف قديش أنا بحاجة لهالشي عاكف. إيه منروح؟ شو دبرتوا الزلمة؟ دبرناه معلم، رح يدخل المكنة مع علب السكر من ورا. إن شاء الله ما نضطر لهالشي، بس خلوا السلاح معكم. أمرك معلم. لك أخي دير بالك شوي. معتذر منك، تفضل. يسلمي. مرحبا، يعطيك العافية. بدي من هدول الوردات اللي موسمهم هلأ. تمام، أعطيني لكان زنبق وقرنفل، وأعطيني الباقي عزوة. هذا السيدي اللي حكيت لك عنه سيدي، وأنا بسقط حقي من الدعوة اللي رافعتها على عاكف أمير بشرط أنه ينفتح التحقيق بموضوع اللي عمل هذا المونتاج ولعب هاللعبة الوسخة. خلص تأكدي إني رح أعمل اللازم. معقول يكون في قصة شخصية وراها؟ ما بعرف، بس هاي اتهام صارت كابوس للكل. مين ما كان اللي عم يلعب هاللعبة أنا كمان ما رح أتركه بحاله للاقيه. خلص أنت صار فيكي تتركي هذا الوضع وأنا بحله. بتشكرك سيادة النائب. ولا يهمك. ممكن لو سمحتي تصوري هدول الوراق وتسلميهم لمكتب السكرتيرة وأنت طالعة بطريقك إذا ما فيها سئلة. طبعا سيادة النائب. ليكي ها ما لقى يحب غيرها. معك حق. سيادة النائب يعطيك العافية. تفضلوا. أنا بالنيابة عن زكي ديمور.
ايه مفهوم. بما انكم فتوا على المكتب من دون استئذان اكيد بتكونوا مستعجلين. اخي زكي، يعني المعلم تبعنا بكرة عنده جلسة مثل ما بتعرف. ايه. بخلال فترة المحاكمة تبعه معلمي زكي مانو مرتاح بالسجن عندكم. شو يعني بدك ننزله بأوتيل؟ اللي بدي اياه من حضرتك انه يتحاكم باطلاق سراح مشروع. اذا انت تقدمت بهيك طلب للقاضي اكيد سيادة القاضي رح يوافق. افترض انه اطلقنا سراحه، فيك تعطيني ضمانة انه ما رح يهرب لبرات البلد؟ ما بيهرب يا اخي، ليش لا يهرب؟ الزلمة طيوب كتير. إلا إذا طلع شي مشوار. لا توقفني، إذا سيادة القاضي ناوي يتركه هو يتركه، أنا ما فيني أعمل أي شي مشان ساعده. لو سمحت، وين غرفة النائب العام؟ بآخر الممر على اليمين. شكرا كثير. مو لسيادة النائب. أنا بدي أشوف سيادة النائب. حضرة النائب مو فاضي هلا. تمام، برجع بوقت تاني. هود، هذا آخر كلامي. بكفي لمصاريف تعليم الأولاد. العدالة ما أنا معروضة للبيع بالمصاري. عن جد؟ العدالة مو للبيع أبداً، وأنا واجبي بيقلي حافظ عليها. أنت هلأ كسرت قلبي. معناها رح نلاقي حل تاني غير هذا. العيلة التركية السعيدة. بس ما عم افهم، انت كيف بترفض هالعرض وما بتفكر بمرتك وابنها؟ شو يعني انت عم تهددني هلا؟ كمال، إذا قدرنا نفوت لهون بهالطريقة لا تنسى إنه بنقدر نفوت لوين ما بدنا كمان. يعطيك العافية. هلا كنت بمكتب النائب العام، يا ريت تعمل نظرة لهني. ليش خير؟ في كم واحد مانعين الفوتة لعنده، الظاهر إنهم عم يهددوا النائب العام. طيب يلا امشي نروح. كلكن كلكم رح تتحاسبوا على هذا الشيء. اترك هاد من ايدك. عود محلك. عود ولا هكذا تكونوا، رح تتحاسبوا على عملتكم هي. شو عم يصير هون؟ يلا امسكوا هدول فورا. امرك سيدي. تحرك لهون قدامي، يلا على الحيط، على الحيط انت وياه يلا. يلا تحرك، تحرك بسرعة.
يلا بسرعة. يلا ولعك. يلا تحركوا تحركوا. يلا ولعك. يلا ولعك. تحركوا. يلا. سيدي أنا عاكف. ممكن لازم أنبسط لأني رهينة مع عنصر من المهام الخاصة. لا تحكيهم للجماعة أبدا ولا تخليهم يسمعوا كمان. سيدي أنتي كثير احترمتك على المدخل، بعتلك، بس انت ما تصرفتي معنا باحترام ابدا. ما عاد فينا نعمل شيء بنوب. حاولنا نحل الشغله بالحسنى بس ما حدا رد علينا. سكروا لي كل مداخل ومخارج المبنى وطالعوا لي هاد، لا تخلوه هون. مانك عارفان شو رح يصير بعد هالشي. أنا ما طلبت شي، طالعوا معلمي خلال ساعتين وخلوه يسافر ومنخلص من القصة كلها. وإلا كلكن واحد ورا التاني باخد أرواحكن. سيدي أنا كمان بدي روح. مستحيل صالح. سيدي إجا الوقت اللي رح خليك تشوف شو ممكن يساوي مستشار بهي العملية. أنت موقف عن الخدمة ومعك تقرير بهذا الشيء، ما فيني نزلك على المهمة يا صالح. حالتي هي هي اللي منعتك تاخدني. قول سيدي أنت ليش خجلة؟ بلا ما تاخدني حتى لو نقصوا رجلي بدي روح وأدي واجبي. سيدي نحن مشان هيك توظفنا. يلا يا شباب يلا لشوف. يلا حاضر سيدي. ولا يهمك أخي، أنا بس أرجع بحكي لك كل شي صار معنا. يلا ابني يلا يلا يلا. أمرك سيدي. سيدي وينك طيب؟ قلنا لك احكي مو طقي حنك. اجمعوا لي كل التليفونات. يلا لشوف الكل يطلع تليفوناته. يلا هاتون هات. يلا يلا بسرعه هاتون هات طلعوا تليفوناتكم. ايه شباب، في خبر حلو وخبر مو حلو. الحلو عاكف وإليف موجودين بالمبنى، والمو حلو إنه إليف بين الرهائن.
الجماعة عددهم بين 8 و 9 أشخاص. روح لكان بسرعة يا صبر. رح نروح. عن جد؟ عن جد سيدي؟ بس لا تقلي رايحين على المهمة. طبعا يا صبر. يلا ورجيني. ماشي لكن أنا رايح بسرعة أجيب المفاتيح من خزانة كارلوس وجيب معي كفوف المهمة وبرجع لك فورا سيدي. اسمعني، هالطلب ماله من صلاحياتي حتى اسمح له او ما اسمح له، لازم تعطينا شويه وقت، لازم خبر الجهات المختصه، بس انت تعاون معنا، اترك النسوان اللي خاطفهم حتى ما ينأذى حدا. ما حذرت. لازم تربقوا لنا اعصابنا وتبعتوا لنا شاي وقهوه بعدها بنفكر بالموضوع. لا تاكلي هم، رح نطلع من هون سوا. بس كم شخص في جوا؟